شكرا رامي. اما هلا بدي انتقل لزينب ونتعرف عليها وعلى ضيف، نتعرف على الفقره التاليه ومين ضيفتنا رح تكون. اكيد يعني نرمينا ريحه الصابون مع باي الاستوديو فرفح قلبنا كثير طيبه انتعشنا شوي. اكيد الصابون هي صناعه كثير مهمه بكل بلدان العالم، لكن بسوريا كان لها ابتكار وابداع جديد بمواد بتدوم لمده طويله وايضا ما بتاذي البشرة، وأفكار لهدايا والمناسبات هلا كثيرة وجاية. رح نتعرف أكثر عن اليوم صناعة الصابون بهي الأشكال مع رهف شرف. يسعد صباحك يا رهف. يسعد صباحك، كيفك؟ شو هلا شو الروائح؟ يعني أنا ما عم بشبع الصابون. روائح لذيذة وطيبة أكيد. خلينا نحكي شوي عن صناعة الصابون بهي الأشكال وكيف بتخليها فعلاً إنه تدوم لفترة طويلة. يعني هلأ هي صناعة الصابون لازم ننقي نحن المواد الأولية تكون جودتها عالية، خصوصي العطر، مشان تكون العطر ديمومته كتير طويلة. فبنختار إنه العطور تكون ريحتها ثقيلة. جربنا كذا نوع عطر، لقينا الأنواع اللي ريحتها طويلة اعتمدنا عليها، الروائح اللي تروح يعني بسرعة. يعني أنواع صابون معينة؟ لا، العطور على الزيوت نحن عم نحكي. لقينا الزيوت يلي ما كتير عم تدوم نحن بعدنا عنا، ضلينا على الروايح طبعا اللي تقيلة. خلينا نحكي شوي عن بعض الاشياء اللي جايبتيها. يعني نرمين انت عندك بعض الاشياء وانا عندي بعض الاشياء، راح نبلش من هون ونروح لعندك نرمين. صحيح. خلينا نحكي عن الورود، يعني هي الافكار للورود قد ايه حلوه كفكره تهديه. ايه تمام. هلا نحن هي مثلا بيطلبوا منا انه هن بدهم ياخذوا كادو مثلا عيد ميلاد او لا بمناسبه مثلا فالنتاين او شيء، فبيطلبوا شيء انه يكون ماله تقليدي، تغيير عن الهديه التقليديه، ان كان حتى الورد مثلا الطبيعي بعد يومين ثلاثة بتلاقي بأي لون بتعملي؟ طبعا أي لون هي بتحبه بيكون مفضل لها، حتى الريحة هي بتختاره. حلو. فنحن منساوي لها، حتى ممكن هي تختار شكل الوردة، تنسيقة هي تختاره ونحن منساوي لها شيء على ذوقها. يعني حبيت هي كمان نرمي للبيبي. يعني كتير حلوة هيك قطع الأفكار كتير حلوة، حتى هاي لبيبي كمان ممكن يحطوا بهذا البوكس قطع صابون صغيرة، كمان هاي القطع ممكن هنا يحطوها بين الأشياء. خلينا نقرب شوي مشان كمان تحكي لنا أكثر عن المواد. يعني كمان هاي الأفكار لمولود جديد، لمولودة جديدة حلوة كتير، يعني بضل ذكرى وفكرة حلوة. تمام. في عندك كمان مثلا هيك المسبحة كمان عم ياخدوها، مسبحة كتير حلوة، مسبحة كتير حلوة. الله حلوه كثير كهدايا، او ممكن تتعلق الواحد بس يفركها هيك مثل الحجر. اي تمام، يعني انه خلص صابون بالنهايه بترغي. ممكن انه هن يصمدوها، حتى ممكن يحطوها بسجاده الصلاه او ممكن بالسياره او هيك ممكن ديكور جنب القران. يعني صحيح كثير حلوه. يعني رهف انا كمان معي بهيدا البوكس في كثير هيك روايح حلوه واشكال كثير حلوه، شم ليمون، شي فريز يمكن او هيك شيء. خلينا نعرف هدول المواد شو الماتيريال اللي استخدمتيهم، شو الروائح حسب اللون اللي انا شايفه. هلا كل لون له عطر مخصص له، مثل اللون الاصفر هو بيعبر عن الليمون فعطره ليمون. اللون الموف بتكون الريحه تبعه دوف. دوف. في عندك الزهر رمان، المسك والعود، الالوان الغامقه اللي هي الاحمر والبني الغامق. هذا ايه بتجي مسك. تمام. هدول القطع ممكن هنا يحطوهم بالدروج بين الثياب، بيعطوا هنا مثلا وقت الضب الصيفي والشتوي ممكن هالقطع تنحط بقلب الاواعي. يعني مثل كمان معي نرمين لحدا بده يتزوج. تمام. كمان الفكره كثير حلوه ككادو، يعني انه يقدمون العرسان هي سوفونيرات ممكن تتوزع للضيوف، ممكن يضيفوا عليها اسم العريس والعروس، كرت او عباره هن بتعني لهم، او ممكن تجي مع كرت الدعوه للعرس. هلا خلينا نحكي عن التكلفه. يعني التكلفة عالية لهيك اشياء، يعني بتقدر كل شرائح المجتمع انه طبعا هيك تقتني هيك؟ طبعا نحن في عنا القطع الصغيرة ببلش سعرها من 100-150 ليرة سورية، فمين ما بده ممكن انه هو يشتري هيك قطع. حتى الكادويات هلا لعيد المعلم اسعارها كثير رمزية، يعني عيد الام وعيد المعلم، يعني عنا اعياد كثير والهدايا حلوة، عرفنا شو بدنا نجيب يمكن زينب، وعيد ميلاد المخرج. فنحن عملنا لكل المناسبات، وكل مناسبة مثلا هي بتقول لنا انا من ميزانيتي كذا، فنحن بنعملها بالميزانيه اللي هي بتكون مناسبتها. يعني كمان في نرمين عندك هي كثير لفتتني هي المرايه، يمكن ويلكم بيبي ممكن لا يمكن تمام، يمكن لهديه لولاده، توزيعات مباركه ولاده لبنوته، يمكن بيبي بنوته. ممكن نساويها كمان مثلا لون ازرق على شكل افرون مثلا كصبي. طب خلينا نحكي عن المده الزمنيه اللي بتاخذ منك كل قطعه.
هلا بياخذوا شغل خصوصي التفاصيل مثل تلوينه وتغليفه بتاخذ وقت، يعني مثل كانه مرايه حقيقيه شايفينها. ايه تمام، هي المرايه ممكن هنا يتبعوا يقولوا لنا مثلا هنا بدهم ايه قرانيه، ممكن اسم البيبي، تاريخ ولادته، نحن بنساوي لهم اياها بالشكل اللي هن بدهم اياه. نعم رهف، جايبت لنا شيء تعملي لنا اياه؟ ايه خلينا نبلش فيه كمان مشان نقدر هيك الوقت نستغله. رح قيم هدول انا، هلا انا في عندي هي، قيم هدول وحطهم هون نرمين عندك حتى نقدر شوي نشوف. هلا انا هذا الشكل عملته بالبيت، هو هذا البوري من الورق الهلف الهدايا. تمام، بتوقع انه الكل بيعرف كيف ممكن يساوي. نحن ممكن نحط هذا العود الشيش بالورقه هيك، ونكون حاطين فيه هذا، انا ملزقه عليه هذا بالمنتور الصناعي هو طبعا، بس بيعطي شكل كثير حلو واضافه حلوه للباقه مثل الورد الصناعي. تمام، بنضيف عليه هيك قطعه الصابون اللي هي على شكل ورده، بنحط ممكن هون بابيون او شيء. كمان كل الاضافات يعني هو الزبون هو بنقيها. تمام، بنحط هون كرت معايده، ممكن هلا معايده لعيد المعلم او مثلا لعيد الام، بنحطها هون مثلا، او ممكن نضيفها هيك هون. قد ايه بياخذ معكم هي الاشكال رهف؟ يعني اذا بدك تطبخي هي الطبخه تبع الصابون تحطي لها العطورات المناسبه، قد ايه بتاخذ وقت لتتجفف لتطلع بهذا الشكل؟ هلا نحن بعد ما نكون ساوينا الصابون ومنصبه بالقالب، لازم يقعد بالبراد مده تقريبا ربع ساعه لنص ساعه حسب حجم القالب، بس ليتنشف نحن بنطلعه من شكله. كل شيء يعني بياخد وقت، التغليف والتنسيق بياخد وقت كتير كبير. يعني صناعة الصابون ممكن تكون أسهل الشيء بالنسبة ل أسهل من التزيين والتنسيق. طبعاً لأنه التنسيق كتير بياخد شغل، والتغليف والأفكار الجديدة اللي نحن من دائماً مندور عليها كلها بتاخد وقت. هلا عن نيرمين في فكرة الأحرف، شفتي نيرمين اللي عندك كمان لذيذة حلوة، هي ممكن كلها تنصمت سوا. حتى ممكن نحن تختار مثلاً صبية اسمها، تحط اسمها حلو، أو اسم حدا بتحبه، أو كلمة هي بتحبها، بنساوي لها بالأحرف وبالتصميم اللي هي بتختار. رهف قديش اليوم انت بتعطي رؤيتك انه بتجي عندك صبيه اكيد بدي هيك وبدي هيك، قديش انت بتتدخلي وبتنصحيها؟ هلا اول شيء انا بحترم وجهه نظرها وبحترم رايها، ودائما بساوي لها الشيء اللي هي بدها اياه، بس انا ممكن احط لها خيارات، بتحبي هيك او هيك او هيك، ممكن هي يعجبها خيار من هالخيارات تضيفه، بس بالنهايه بساوي لها شيء على ذوقها. ممكن في صبيه بتقول لي خلص انا بثق بذوقك، فاني انا بساوي لها شيء مثل ما انا بشوف، او هي مثلا بتثق فيني فبساوي لها شيء على ذوقي. يعني بتعطيها رايك طبعا و... ايه انه بالانسب للورده. تمام، قد ايه بتدوم يمكن هي هلا ما عم اقول لك، نحن الروائح عم نحاول نقيها انه ان شاء الله ريحتها دائما طويله ما بتروح. فريحه الصابون بتفوح اول فتره بالبيت، لما تحط مثلا هيك باقه بتفوح تقريبا شي شهر شهرين، بتضل بتفوح بالبيت، اول ما تفوتي على الغرفه بتلاحظي الريحه يعني. صحيح. ايه بعدين بعد فتره بتصير كل ما هلا فايحه بالاستوديو ما لنا قلب نطلع. بعدين بعد فتره لجنبها بتلاقي الريحة فايحة، بس ريحتها أبدا ما بتروح. حلو. ريحة الورد أبدا ما بتروح. حلو. تمام. يعني زينب كمان لفتني هدول بوط البيبيلون وأزرق لرفيقتنا ميسان، يمكن كمان هدية بتكون حلوة. ايه تمام. كمان إلا أن نقول لها على سلامة، الحمد على سلامة وألف مبروك هاشم، يعني ان شاء الله بيتربى بعزهم لزميلتنا ميسان وزميلنا كمان جعفر. اكيد نقول لهم يعني ان شاء الله بيتربى بعزكم وألف مبروك. ألف مبروك، وهي الكادو صار يمكن جاهز ناخذه معنا. انت لقيت الكادو فورا؟ خلص ماشي. خلينا نحكي عن هاي القطعه شوي، قديش مثلا اخذت منك وقت؟ انا شايفه فيها كثير ديتيلز، كثير تفاصيل، يعني انت كانه اللي بيشوفها بوط حقيقي. ايه قديش باخذ معك وقت هاي القطعه؟ ما لك هلا، هي نحن لما نساوي الصابون بنصبه بالقوالب اللي نحن بنلاقيها مناسبه للمناسبه، وبنحطه نحن بالبراد، بنتركه لحتى هو يتنشف وياخذ الشكل اللي نحن بدنا اياه. ممكن بعدين نحن نطلعه، نحن هالتفاصيل ممكن نلونها باللون الذهبي، الكونتور الذهبي او الفضي. عم تحطي ايه؟ عم شوف انه في لمعه فضيه. ايه هلا هون هي اللمعه اللولي، فكتير بحبوها هي الكونتور اللولي. حلو. بيعطي حتى هيك مثل ابعاد حلوه للورده. ممكن نضيف نحن شويه جليتر، طبعا كله حسب ذوق الزبون، ومنغلفه ومنقدم له اياه.
انت وامك بالهي طبعا هي امي هي امك لك بالاستوديو معنا وجهنا تحيه اكيد مرحبا صباح الخير اكيد بنقول يعطيكم العافيه شو بتحبي تقولي كلمه اخيره بخصوص صناعه الورد وهالمشروع السوري الحلو اللي عم يبتكروها الصبايا عم يعملوا مشاريع صغيره يبدوا فيها وبعدين عم توصل لابداع حلو يعني انا بدي اقول انه بالختام انه التغيير عن الهدايا التقليديه صار كثير شيء مباح للكل اي واحد ممكن انه يدور لحتى يلاقي هديه مميزه ممكن الصبيه هي تضيف طابعها الخاص للهديه فبتطلع كثير هديه مميزه وخصوصي انه هي الهديه ريحتها دائما بتذكرنا بالشخص اللي هدانا اياه بكره امك بعيد الام رح تهديها هيك شيء طبعا توقعت طبعا شكرا كثير لك يا رهف على هي الافكار الحلوه واكيد نحن بنقول لكل المشاهدين ما في احلى من انه الواحد يكون طموح ويبدا بهيك اشياء طبعاً. شكرا لك ولوالدتك لوجودها معك اليوم ودعمك ايضا بهالصباح شكرا لك شكرا كثير لك رهف ولهالصباح الحلو والمعطر اللي خليتينا اياه بالاستوديو شكرا لكم هلا فيكي اما هلا زينب فوصلنا لمشوارنا الصباحي وصل لنهايته بدي اتمنى لك اكيد باقي نهار سعيد وبدي اتمنى لكل مشاهدي الاخباريه السوريه صباح معطر هيك دائما والبسمه مثل ضيوفنا اللي كانوا دائما تكون ضل مزروعه على وجوهكم لاقونا بكره بتمام 9 صباحا بتوقيت اقدم العواصم العالم دمشق تبقوا بالف خير باي باي أكيد شكراً لك يا نرمين ونهارك سعيد ونهار سعيد لكل اللي شافونا وصباحكم ورد يعني بتلبق اليوم لفقرتنا مسك الختام معنا إن شاء الله هيك دائماً بتضلوا بألف خير ولا تنسوا تتابعونا بالإعادة الساعة 1 بالليل أنا ونرمين وكل يوم يتجدد لقاءنا 9 صباحاً وباي باي